حاولوا في ذاك اليوم كراج بيلات حقيقة ما بقاتش آفاق ولا حلم ولا السكة الحديدية رانا نبني فيها رانا ديجا في بعض الكيلومترات من تندوف البشار نديروا مصنع تركيز في بشار باش من تما المادة الخام تمشي المصانع نتاع الحديد والصلب في وهران في عنابة وفي جيجل وبالتالي سنة 2027 هذه سيت اون دات شارنيير دو لافنير ايكونوميك دو بيي.